طارق لبرق وينك طارق لبرق طارق لبرق وينك طارق لبرق طارق لبرق وين مفرق اللين وما عيوني سرق وينك أحب البر والمزيون أحب البند والأوطان أحب قبل العيدان هلي وهلك ولا جيران أحب البر والمزيون أحب البند والأوطان أحب قبل العيدان هلي وهلك ولا جيران بدر الدين كنا طلعان المنجوه بسم الله كانك يا قمر الدين ياك مو جرد عليك شي حد والله متعارك مع شي حد والله ماشي ماشي يا مندعي ماشي انت وين ماشي والله يا مسلمي ماشي شوف لي الشغل اشوف لي باب رزق بي والمدرسه والعويل مدرسه شنو يا مندعي مدرسه شنو يا أخ والله يا مدرستكم دي كان وجع الراس أمسك يا مندعي شنو هذين؟ هذو مجار البراك ما ناقص ولا قريش خلص كارباك خلص كارباك اسمحونا سامحونا أجل اذهب يا بدر الدين اذهب باهي غير خلي الراجل بلا نوطرة خليه يعدي أبقوا عافية أبقوا عافية هاي بسم الله
والله قبل قلنا نديروا له جو. الجو عدي ديرها في دكانك ابو سلمين. عدي ماشي. ماشري ويلا ادفع ويلا. يا جماعة بالكم سمعين شي كلمة هك والله هك والله في حد موجعكم والله. يا لما الله يرجعها مرينا منك إلا كل الخير الكلام الصح. نحن هم اللي نبوك تسمحنا بالك ثقلنا عليك ولا ضايقناك. ايوه فانت تحكوا جديات انتوا ولا شنو؟ علي الحلال ماني حسبتهم إلا كيف خوتي راه. صادق 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 تو عطينا الاذن يا رجوع نريد نعدوا وان شاء الله تلاقوا على خير يا باتي. مربوح مربوح الله غالب حنون العطيب يا راه. والله ان فراكم وعر الله لكن الله غالب عاد الله غالب ايش ندير؟ ان شاء الله طريقكم بيضه وجيبها كم ربي زين ان شاء الله. هيا الطريق نحن ردين للبراك. ها؟ براكتنا الاول اي براك ان شاء الله هل يا لها ما ندعي هذا؟ آه. هل بالعين نحقوا فيها؟ ها؟ ثم انا علاش النوطره كلها من الصبح؟ يا صرايف والله من حسابكم من المهاجرين الله. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. فاش تدير انت؟ كذاك جاي تو والمعيز وين؟ ما عادش فيه معيز، ما قاعد الا شادي هذا بس. شادي هذا بس؟ اه. حول ولا قوة الا بالله. يعني الجدي هذا الوحيد اللي ناجي من الكارثه. شوف شوف يا سي ربحك. الجدي هذا اعتب راجلتك باهي. خلاص. ان شاء الله ما قصرنا معاك. حتى انا ان شاء الله ما قصرت معاك. قلنا الفرق واعر. شكون عدوا؟ كويس ربحك كله كويس. فكني من العناد يا نشوال. ما العناد ايش فيك يا الغليظ؟ قلت لك فيها يعني فيها. ما فيها شيء يا راجل. بتكذب فيها يعني عينك انت تكذب فيها؟ تكاكم كاكم بسم الله الكريم. ريت ابو سلمين العيل هذا من الصبح الله يعانت فيه، قلت له الحلوه اللي عند ابو سلمين حلو القطن هذه فيها سخامه هو قال لي لا. سخامه؟ يقول لي فيها سخامه وانا نقول له حلوه القطن بتاعت ابو سلمين سمحه ما فيها شيء والله ما فيها حاجه. تتكذب فيا انت؟ هيت واحده ابو سلمين الله يربحك هيت هيت نوريك نوريك العناد شله. والله فيها الله تبي لك هذا يا مشري ما تكذبش عليا وسلمين مد لي طرف مد لي طرف بس مد له مد له مد لي طرف مد فيها فخامك والله ما فيها شيء الله والله فيها والله انت مكلوب وعيل نوطار مكلوب حششتك العناد يا مشري والله ما فيها شيء الله فيها شيء؟ ريت الحرارة اللي جدت عليك وطلحوا حيا شوي نبي نرفوي. استغفر الله وشهد الله وشهد محمد رسول الله. قال لك العزيز نبو ملح وسكر ودقيق الدكان. ملح وسكر ودقيق وكان البيت كله ما يبان الجيرو تصير جدوت عادي ريت امشي امشي اختم على حالك امشي امشي الحمد لله الله يعطيك على الله دواء خربت عليها الحلم السمح سكر ودقيق وملح سكر ودقيق وملح هذين يبلى قروش كلهن يبلى قروش كلهن
دوت؟ حلا ما مريت مسبح. حلمت لو ماني قريب من مقلب الشراب ونطيح في هذاك الصندوق السمح. صندوق؟ ها لكن صندوق لا عرفت معبى فلوس لا معبى ذهب مانيش عارف. تو كانك محلت المخوض بعد قربت منه. وخلاني نالي ينقلك ميس هذا خلاني جاني كيف ال مفاجأة عشوائي وعاني. عليك بخت بختك يا قوبعة إن شاء الله غير ما يطيح في حلة مخرة ويا الهفة. رأيت يا أبو سلمين أنت بغير هني لعبد باش اللي يبلنا العزيز أو نبيته نمشي نغفي باكته ونلقح في مكانه. كن هاني كن هاني إن شاء الله تقمطة إن شاء الله تقمطة. خير أبو سلمين. مرحبا همندي. مرحبا مرحبا. كان قوبعة عدي العشيريت. والله قوبعة قال لقي صندوق ذهب. صندوق ذهب وين لقيه؟ قال لقيته في الحلم وقال ماشي غفي بالك الساعة نلقاه في مكانه. عن اذنك عن اذنك رأيت المؤدب اللي يحكي. لكن لا سرق قوبعة أنا قوبعة. جيب لك شيء هي قوبعة. لا 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 نريد شاي ولا نريد غدا نبي نرقدنا. فكنا الله من الأول اللي الطاهرة وإن شاء الله هنود عليها الرد. لكن لا سرق سرق. بسم الله الكريم. هذا شو جايبة في حلمت زعما قيل أنا أبو سلمين واليوم هذا ما نطلق مين دلنا في سمندر. هيا ويلا أرجو حبالاكم والحقوني. هيا فلك أنا تعال يا برقبة منك. تعال تعال جاي تعال تعال يا برقبة تعال تعال خرفي تكنك الحول تدو نظفوا يرى نظفوا نظافة كويسة يرى نظافة كويسة؟ انت غير نظف روحك خطر يا الحول. تمعيزك وين؟ لا لا خلاص المعيز بح بح كان غيره ما يقعد بح خطره يا بكليبا اقرب حصة قريبة لي انت يسي مرقبة يسي مرقبة كأنك يا ولد همدعي يا همدعي اطلع يا سرق الاحلام يا بلعوط ابلط ما تظلمش يا قوبعة همدعي له نهار راقد راه راقد وعي فيسع قبل ما يطيق في الصندوق همدعي همدعي هذا ممكن ايش تريد يا قوبعة كأنك تطاحق قدام براكتي وليش ما تطاحق يا همدعي ايش يقر فيك الحلمت حلمتك؟ أوه رأيت في هالمقلب الشراب عيد قوبعة يريد يحجروا علينا حتى المنيوم نهارات الحجرة ونص وقدام عربك هذا على أساس أنه عندك عرب لا ماشي نكمل في حلمتي وكان في خشمي سطر تلاقيني غادي أم غير خشمي سطر يا قوبعة أجيك في المنيوم ونجيك حتى في الحلم تعال يا بات تكايب يا همندعي نحن نريد نحقن الدماء بينك إن شاء الله ما نحقنا أنا قاعد في براكتي نرقد أمتى ما نبي ونحلم أمتى ما نبي لكن الراجل هو اللي سابقك الحلم يا همندعي عيب يا راجل عيب النهارات وبعدين العرب الأولى يقولوا اللي سبق غز النبق والعرب الأولى عندهم مثل أخرى سمح شنو؟ أطلع بر كيف؟ هب هب لا حول ولا قوة إلا بالله أبعد الشيطان يا قوبعة وعيب الكلام هذا منك الحمان دعولي تعدى علي وهذا بكرقت يا سيدي اليوم خليك واحي وفكنا منها الحلمة يا راجل اللي ما جان وراها غير المشاكل ما فش هذه طرشة وهذه ما تسمع علي الحلال والحلال مونتي تورد نرقد له
وكان عنده سعدو لقاه في الحلم. صلاة على النبي. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. جاهيك يا قوبعة. خير يا مندعي. بسم الله الكريم. كانك اشتري لا شيء غير قلت نجيلي الهمندعي ما راها الا عنده قصيده سمحه بعدك كلامك سمح يا همندعي لا تو مش وقتها نريد نرقد يعني مرقد ايش لا قلت لك كانك تبي ترقد يا همندعي انت هدرزن هدرزن شويه يا همندعي فز اطلع برا يا مولا تجي نطلع برا يا همندعي انا جايك نبي نحكي لك شنو قصه حياتي يا مندي عارف مش كنا نحن وجينا هنا باهي بعدا كنا وجينا مش 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 لقيت مشري باهي خلاص نحكي لك باهي وصلت لك لعند مش جينا باهي جينا وبعدين لقينا من مراجع وشي برقبه باهي وبعدين مش انت عندك يا مندي مش انت عندك دجاج باهي الدجاج من يسرق فيه يسرق فيه الغليظ مشري باهي ويسرق فيه ويلا ها فز اطلع برا شنو همندي اطلع برا اسمع همندي باهي نقول لك حاجه باهي انا ومشري انا ومشري مش والله ديما نقول له شنو الهمندي هذا قدوه لنا ها نقول فيها له قولها لي شنو نقول له راهو الهمندي ديما شنو يقول لنا بعد تجي للبراكه صح مش ناجروا نحنا يقول لنا الهمندي شنو على مهلك بعد توسعوا جيبوا صح ولا لا قلت لك الهمندي اللي امتى يبدا بدأ انتو والله حتى انا بيشتا مش يشتا المطر كم حبه فيها المطر اطلع برا يا مويل ها اطلع برا خد نرقد الشقه وبعض خير يا مندي خرفي وين رايح لحر لشر تكنك اشتري لا مبدري نوم ويلة عند الزوايل مكاسدين شوي حكيت له خرفت بسيسي قال لي لا غلط قلت له كيف غلط انا حكى لي الهمندي قلت له راهو قلت له جرفار شرب الحليب من بسيسي شوي جات بسيسي قطعت له ذيله باهي قطعت له ذيله الهمندي شوي قال اعطيني ذيلي قالت له لا ما نعطيكش ذيلي كني تجيب لي حليب عدل العانس قال لي يا عانس اعطيني حليب نعطيه لمبسيسي باش لمبسيسي تعطيني ذيلي نعيد بيه نهار العيد قالت له العانس لا ما نعطيك الحليب منين تعدي تجيب لي شعير من الحصاد يا الهمندي شوي قال له يا الحصاد اعطيني شعير نعطيه للعانس والعانس نعطيها ناخذ منها الحليب نعطيه لمبسيسي ومبسيسي تعطيني ذيلي نعيد بيه ماشي يا ماشي اطلع برا نريد نرقد تبيه يا الهمندي تطلع شوف الدنيا اطلع طال برايك جو سمح راه اطلع برا تبيه اطلع مش هاي مشري صح كان الهمندي راقد خرفي العب على الله وعلى مراجل ايوه يا سيدي وكلا سعدت كنا قبلي كاميرون هك ايوه وكان صدقني الله الكلام هذا يا في 56 يا في 57 هناك كانت في المرور ساعتها بتاع موزمبيق يرجوها ارحم بيك حسني باطل ونبي نرقد عد يرجوها ارحم بيك يا قوبعه بشواش الساعه ترقد رقده عمرك ما ريتها غير بشواش بس اسمع المجرود هف كنا في العزه كنا في العزه يرجوها لا مجرود انا غيرها يا خليني نرقد حسني باطل يرجوها عدي يرحم بيك باهي عدي فز باهي ووه ووه ووه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حول ولا قوه الا بالله مكلوب الله يعطيك الله الخير يا را كانك معي يرجوها كانك معي فتح المازدة ما لقيتني شنطه فتح المازدة عدي يا رايين فتح مازدة يا راجل هيا عدي يا نعلي يا أبوي يا نعلي حول الله يا توب الله عليه هذول في معقول يا في زيدان والله ترجع منهم خير مكليب هذوم انتمر الله غالب نحن نحز بينهم بحيل ما نقدر وخلاص اللي ضرب شي صادته لكن هذوم عرب متعركين وهم راقدين كيف نريد نحزوا بيناتهم يا فيكي زيدان؟ يا عليك كلالي أنا نقول نديروا لهم حد وكل حد يحلم قدام حوشه
والله اللي معاش مقلب شرابه وفات الجو كله. الله يرحمه. يا جماعه تعالوا لي هنا. حيدو غادي حيدو غادي وانت تلصق وحيدو غادي. انا عندي خطه. انا شنو؟ من حاشن هم متعركين في الحلم. ليش ما نحن نرقدوا ونحزوا بينهم ونحن نحلموا وهم متعركين في الحلم؟ والله ما عندك في الإجابة مراجع حضا. لا 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 عمري إنها فكرة جيدة. براو مراجع براو. حيا الله مراجع يا را. قوية قوية. لا والله باهي عندي خطتين أخرى. من حاشن باهي باهي باهي. شو الأخبار؟ تمام. وانتوا فاش ترجعوا؟ رقدوا. يا الله بس يا الله. كوكب يعول حياتك ما سيبك وحياتك يا قوبة. كنت ناصر عليك على الهمان دي بالحلم وبيش نشروها. ارقد ارقد يا ثلب حياتك حذرين يحدور معاك على الحلم. ثلب تريسك عارف قيسك. خذيت معاكم حبلاك؟ خذينا رقد. ولا والله ارقد الفتنة نايمة. يا عرب كيف نطلق رجلنا يرقد بروحه وكانت الناس روح عليها تقوبها في الحلم؟ واش نديروا النهارة؟ نرقدوا معاه. والله اش قولك ابو سلمين؟ والله حتى كان طيب نومي لكن نرقد معاك مسلم غف وما دارت لا شيء. هاي هاي هذا خش في الحلم. هاي هاي يجب ان نصل الى ذلك الصندوق. أكحش الثلب أكحش. نعم. أين أكحش يا ثلب؟ لكي تصل إلى ذلك الصندوق عليك أن تهلبني قبل يا قوبعة. أردم أردم يا ثلب. هاي جماعة متعركين يا سبر قبة. لي نهار نقول فيها الكلام نقول لكم رقدوا رقدوا ما بيتوش ترقدوا. اه مرقدين قبل كم داروا عركة. اه مريتم وفاش هرجتوا انتوا؟ هاي وعوهم هيا 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 صندوق. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. وعيتوا؟ اه عينا رات بين افتكينا مهدر سكون. الحمد لله. ايوه حول حول خلينا نلقى صندوق قبل يا رب. نوض يا رفز نوض. حي بالله المقاز ولا مش قاعد يصير قبه؟ الزوايل وين؟ تو غلمنا وين؟ بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. يبدو اننا قد تعرضنا للسرقه. ايش او خفتوا؟ هيا بالله كريم الرحمن الرحيم. عن جد راح الصندوق. تمام اللي راح من غير الصندوق. هاي دكانك مسلمين الدجاج. الدجاج وين البراك؟